قفتي هكذا لأن الموت ديال راجلي هو اللي جعلني أنني نغيب على الميدان. فقد كبير بزاف عاد، ما يمكنش بحال هادو كنا كيتنساو، يعني راجلي كان كامل مكمون في جميع النواحي، فأنا مكلومة جدا من جهتو، حس فمي، جهتي بس بقى شوية عيال، بارك الله فيك. الحمد لله، الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. نتمنى أن الصحة والعافية للجميع ومزيد من التألق لجميع الفنانين اللي طالعين واللي قديمين والمغنيين وجميع الناس كلهم، ولكم أنتم كثقافيات أنا سعيدة بكم ومسرورة وأفتخر بكم.